Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie, enchantée d'être avec vous mes amis. Et aujourd'hui on va préparer ma croûte tunisienne, les ingrédients pour la recette. Alors il me faut des semoules moyennes, des semoules extra fines et de la farine. Je prends un bol, deux bols de semoules moyennes. La troisième c'est extra fine et j'ajoute à peu près 100 g de farine. Le quatrième bol, c'est d'huile végétale ou de beurre. De préférence, vous mettez d'huile végétale. Graines de sésame, d'huile pour la friture, de l'eau de fleurs, de l'eau pour amasser notre pâte, du miel, des dattes. Et pour parfumer, il me faut curcuma, muscade, cannelle, sel, pincée de bicarbonate et gomme arabie. Mais ce n'est pas une obligation parce qu'on ne le trouve pas facilement. Juste pour parfumer, rien de plus. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer ma croûte. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي اليوم باش نحضروا مقروض روسيت تحفونا برشا ومقروض تونسي 100%. شنو يلزمني؟ يلزمني باش نحضر المقروض نتاعي وفما 1000 طريقه باش نحضروا بها المقروض، مي هذه الطريقه هذه طريقه ماليه باش نحضروا. انا ناخذ سميت مويان، ناخذ عليه مثلا صحتين سميت مويان، ناخذ عليهم صحفة سميد أرض إكسترا فين نعملو بيه الخبز، نحط عليهم مقدار كيس نتاع فرينة، مقدار 100 غرام أبوبري نتاع فرينة باش تلملنا العجينة كما يفو. معناها صحفتين سميد أحرش نجمو نقولو سميد أرض، وعليهم 100 غرام فرينة باش نلمو به العجينة، مقدار كيس. عندي جلجلان، زيت للقليان، ما ورد ولا ما زهر كيما تحبوا انتم، ما يكون متلذن باش نلموا به العجينه تاعتنا. العسل كيما تعرفوا العسل نطيبه في الدار والا نشروه، انا طيبته في الدار وخلطته بالعسل الحر كيما تحبوا انتم، والتمر عجنته بالزيت الزيتونه وزدت عليه القرفه. هذا يا ماكي. وباش نفوحوا عاد المقروض نتاعنا ويجينا بنين، حاطين مش نحط فيه شويه كركم، قرفه وشويه مسكات، كل حاجه منها شويه شويه، وملح، وهكا شويه بنسين تاع البيكربونات والمسكه الحره، وراهي باش نتفوحوا بها اكثر ولا اقل كما تعرفوا ما نلقوهاش فاصيل مع المسكه الحره. هذا اللي يلزمنا باش نحضر المقروض نتاعي. تبعوني تشوفوا روسيا طلب شوي وقت، مي بنينه والناس كل يحبوها. ناخذ توا الشقاله نتاعي مش نحط فيها سميد، بسم الله نحط السميد لرتب الكيلت بيه صحفة سميد أرطب إكسترا فين، ناخد عليها صحفتين سميد مويان. روسيت سهلة كي نحبو، ما تقلقناش إذا كان كيلو بالعبارة هذية، وتجيكم بضبط بضبط. ومن بعد نتحكمو راه إذا كان المقروض جاكم مثلا ذابلكم في الزيت ما تخافوش، زيدوه شوية سميد وعاودوا أعجموا من الأول جديد. زيد نحط البولفين، هاك شوفو ثلاثة، نحط عليهم كيس الفرينة هذاك باش نلم بيه لأكثر ولا أقل. هاذوما الروسيت هاذيا باش ما يعرفش ما يفسدلوش المقروض، خاطر فما ناس يحطو في الزيت أب المقروض يفسدلهم ويرموه. إذا كان المقروض مبسس ياسر حطه في الفور، مش حتى مش راهو تحطه في الفور وتعمل المقروض نتاعك ويطيب في الفور، ما تخسرش العجينه نتاعك وما ترموهاش. به خلطوا المكونات هذوما مع بعضهم بالبدا، نزيد نحط عليهم بانسي بيكربونات والملح، كركم، مسكات، كانيل، جست بور بارفيمي. سي فو ايمي با كانيل، parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur de la cannelle, ils ne le mettent pas, ce n'est pas une obligation. Le mesque le hara, on va le faire, on va le faire parce qu'elle n'est pas facilement, on va le mettre dans l'eau, on va le mettre dans l'eau, on va le mettre dans l'eau. On va le mettre dans l'eau, parce qu'on va le mettre dans l'eau, on 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 va le mettre dans l'eau. نحط
الصيت نتاعي. ونخلط هذا الكل مع بعض. هذو ما خلطهم الكل مع بعضهم. إنفو خلطت الكل، ناخذ ساحق قبل كل شيء مزهر. ماذا بيكم انا راني نحط مزهر برشا في المقلوب نتاعي. انا نحط حسب موتي موتي، نحط مزهر، جاجوت لو دو فلور، parce que j'utilise moitié-moitié. Je ne mets pas que de l'eau, je mets l'eau de fleur. Je mets de l'eau, je mets de l'eau, je mets de l'eau. Je mets de l'eau, je mets de l'eau, je mets de l'eau. نخدم بالطريقة هذه. بعد ما فوحت وصلي نقسم العجينة نتاعي. Je le partage en deux. Je commence à travailler maintenant ma crotte. Je prends pas tout à la fois. Alors là, j'ajoute de l'eau doucement, petit à petit. Pas tout à la fois. De toute façon, on va pas mettre beaucoup. Je ramasse ma pâte comme ça. Cette façon. J'ajoute de l'eau. شوية بشوية تلموا العجينة بتاعتكم وما تخافوش. كما تشوفوا العجينة بتاعتنا اتلمت، ونحاول نلم العجينة بتاعي بالطريقة هذه. ما بديش نعجن في العجينة بتاعي، نبدأ نلم المقروض بتاعي بالطريقة هذه ونخدم كم يفوز. هذا مانيش باش نخليها معناتها مبسة وتدخل لي للزيت تتحلي وحدها، لازم تتلم العجينة بتاعتكم، لازم المقروض بتاعكم يكون بالطريقة هذه. ونعجنوا بشويه باش العجينه ما تشيحش. وفي عقلنا طلب شويه وقت، المقروض يطلب وقت، وما راه ماهوش صعيب، نجمو نخدموه في اي وقت، ونجمو نص الكميه هذيك اللي عملتها تعملوها، ماهوش اوبليجي باش تعملوا كميه كبيره. ديما العبار اللي تاخذوه الصحفه اللي تاخذوا بها هذيك هي تعدلوا بها المقروض نتاعكم. الو لا سي بون. Avant de commencer à préparer ma croûte, je prépare ma friteuse. Je fais zit, j'ajoute l'huile végétale pour la friture et je le mets sur un feu doux le temps que moi je prépare ma croûte. نحط المقلة نتاعي ونعلى نار هادية فعقلو الزيت حتى اللي ترشق الزيت ويطيب كما تقول، باش من بعد نقلي فيه المقروض نتاعي. نحط على النار، على نار هادية لو طون نحضر شوية مقروض باش نقليه ونجرب اسك المقروض نتاعي نجح ولا لا. العجينة نتاعي هذا نحطها في صحن بجنبي باش نخلي البلاصة. ناخد توا شوية بشوية ناخد العجينة، ناخد شكون ان بتي بو، ونبدا نعاود نخدمها من الجديد باش العجينة تاخد غرضها من الزيت والسميد ياخد غرضه كلهم في بعضه باش نجمو نخدمها.
بالطريقه ديما ما عجبوش ديما بالطريقه دي باش السميد يبقى منبس. نروح حطينا الفرينه باش تلملنا العجينه. كاين العجينه تشوفوها يابسه شويه زيدوا شويه ماء سهل ولا ماء ما عادي جا الماء فوحناه في المستكه. ناخذ العجينه نتاعي باش نسهل لكم الطريقه دي. نحط فيه البودا هذاك اللي حضرته التمر حاضر حاضر كيما تحبوا انتو تحبوا تحطوا بزيت ناقص كيما تحبوا. هو بنتو المقروض كي يبدا فيه التمر بالكدا يجيكم معسل بالطريقه هذيك كيما شفتوا. نسكر العجينه نتاعي نسكرها بالطريقه هذي سهل بالكل بكل. وراه في الفور باغي كيف كيف نفس العمليه. شنو في الفور ما نكفروش الماء معناها نجي بس العجينه نبدا بشوي بشوي باش ما تحلناش نلم بالطريقه دي نزيد ناخذ الطبعة نتاعي الطمبون نتاعي كما هي سي اون با طمبون سي با غراف نفيكا افيك لو كوتو. نستوي لجناب نتاعي وننزل على الطابعة نتاعي باش يجيك الزينة الموجودة. إذا كان عنا طابعة لكن ما عنديش طبعا راهو نستعملوا السكينه ولا الفرشات باش نزينوا هكا اهو. قص كريمة المقلوب نتاعي انا مش نقصها على طريقة الطابع ونزيد نوريكم كيفاش نجم نتحكم فيها نعملها كعبة صغيرة. كيما شفتوا كعبة المقلوب نتاعي ونجمو نتحكمو في كعبة المقروم نتاعنا نحطوها صغيرة نقولو متر جو كوب بلو بوتي كو كيسكي جي في لا بوميييغ فوا. وفوالا ميزامي ماتنون اون فا باسي على فريتور تو نتعديو القلية نتاعنا وناخدو بشوي بشوية فا باسي على فريتور بتي بتي. الزيت نتاعنا سخن توا نحط المقروض نتاعي بتي بتي تحطوه وما تخلطوش المقروض نتاعك تخلوه حتى اللي يشد روحو بالبدا ومن بعد باش تنجمو تاخذو الحرفة نتاع اللوح وتخلطو بها. نبدا نهز الصفية نتاعي بالطريقة هذيا باش يشد روحو بالبدا ونشوف الكعبة المعوجة نجم نحركها تجي كل مزيان وطيب بالبدا.
وعلى نار هاديه ديما على نار هاديه حتى اللي حمار المقروض نتاعكم تشوفوه طاب. ناخذ توا العسل نتاعي بابريباري ميال بلوتو اون فالو شوفي. سخن العسل نتاعي بعد ما تبنى المقروض تو ديغاكت نحطوه في العسل. جاجوت كريم دي سيسام اي اون فالو شوفي اكوتي اون اتوندا. المقروض نتاعنا بدا يحمر شوي بشوية حتى نشوفوا المقروض نتاعنا طاب سي بيان. وقت تبدا عندنا الصفاية هذه باش نهزو بها فاسيلمون باش نشوفوا. فوالا دي كو فو فوايي فوطخ مقروض كي كومونس ا اتخ دوغي فو بيسي لو فيه فو با توجور في دو. فوالا خاطر كي تبدا على نار هاديه المقروض نتاعكم يجي طايب ما يجيكمش ني من داخل. ردوا بيكم في التطيب راهو التطيب عنده دور كبير برشا وفعل قليل مش تطيب القليل نتاع المقروض عنده دور كبير برشا برشا. العسل نتاعنا سخن طرنا العسل توا نجيبو المقروض هذيك اللي طبلنا صاي المقروض نتاعنا حمار. المقروض نتاعنا حمار كيما تشوفو طاب صاي خرجو من الزيت نتاعو ونحطو تو ديريكت في العسل كيما تشوفو. المقروض حضر حطوه تو ديريكت في العسل نتاعو ونحركوه بالدا خليه يتعسل. فوالا تو ديريكت دي كي سي كوي اون لو مي تو ديريكت كوميير ماذا بكم تخلوه يتعسل كما يكون. Je vous montre lorsqu'on n'a pas le tampon, il y a qu'il m'a acheté tabac, moi j'ai comme tu fais, c'est elle m'a fait marcher, moi je vous laisse mettre tabac, on va faire ça bien, faire que tu peux nous y aller, parce que c'est difficile, qu'à faire chouette de marre, voilà je mets les têtes, si pas on n'a pas le tampon, c'est pas obligation, c'est pas grave. C'est plus facile, c'est plus rapide. Voilà mes amis, comme vous voyez le maquereau, il est prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup et à bientôt.
كيما تشوفوا صحابي وحبيب المقروض نتاعنا حضر روسيت طلب شويه وقت، مي روسيت تحفونه برشا ومعروفه بها المغرب العربي الكبير، نحضروها في الاعياد وفي الافراح. ان شاء الله عجبتكم الروسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم، ما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت لي زيدين تاعي. تبقاو على خير وان شاء الله تقابلوا في روسيت مع احسن يا ربي.